اليوم حنعطيكم ملخص عن الكورونا فيروس. في ديسمبر 2019 بدأ موضوع اسمه كورونا فيروس، نوفل كورونا فيروس أو الكورونا فيروس الجديد، وكان معظم تركيزه في تشاينا في الصين، وهذا طبعا كان أهم طريقة أنه ينتقل عن طريق الهواء، خاصة عن طريق تبات الهواء، لما يكون واحد مريض يعطس وبعدين العطس هذا ممكن ينتقل لشخص ثاني عن طريق العين أو الوجه. طبعا معظم الأعراض زي أعراض الرشح العادي، والطريقة المهمة عشان نقضي على هذا الفيروس أهم إشي طبعا نسمع الأخبار السليمة من المصادر الصحيحة، ما نسمع الأخبار الكاذبة، نحمي أنفسنا عن طريق لبس ميديكال ماسك أو كمامة، ما نتواصل مع الحيوانات ولا نحاول نلمس شغلات خارج البيت، ومعظم هاي الفيروسات تنتقل عن طريق اليد، فلازم نغسل ايدينا جيدا، هاي اهم شغلة في اليوم 20 مرة. ما نلمس وجهنا، عشان هيك اذا بدنا نعطس في ماسك او في محرمة. طبعا نخلي التهوية في البيت، نأكل اكل سليم مطبوخ بطريقة صح، نلعب رياضة عشان جسمنا يكون قوي. طبعا في الأماكن اللي فيها مشاكل نخفف الخروج والأكتيفيتيز اللي خارج المنزل، نأكل مع ناس تانين ما بنعرفهم. دائما لازم ننتبه لصحتنا، إذا شعرنا في مرض أو إشي نلبس الكمامة ونروح على الأماكن الطبيب أو المستشفى، وطبعا ننتبه لأفراد العائلة. أهم الشغلات اللي لازم ننتبهها إنه نتواصل مع الأثوريتيز أو الببليك هيلث تبعنا، نحاول انه نخفف من الترابل، وطبعا الابيديميكس هذا ممكن يوصل لناس اكتر واكتر، بس الصين عم بتحاول الان تخفف منه. اهم اشي انه نسمع للاخبار عن مصادر موثوقة، و طبعا التريتمنتس او العلاج ما في علاج نهائي له، لكن الان عم بيحاولوا انه يجدوا علاج. الان الصين بنت طبعا مستشفيات، ثلاث مستشفيات تقريبا لحجر المرضى، الاعداد كانت في تزايد كبير، الان الحمد لله في تناقص، الموتى نسبتهم 2% فقط، فالموضوع يعني بطل مخيف زي ما كان في البداية، هو لأنه كان جديد. أهم إشي إنه ننتبه على أنفسنا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك.